هنبدا بتورك منخفض، راح ابدا بتورك مقداره زيرو، راح تورك صغير على المحرك هي زيرو من هون، راح نعمل رن، راح اعمل الان تيبل ما بين التورك اللي بحطه على المحرك وقيم اي دي ار واي كيو ار، فبنفعش اطلع على اي كيو اس واي دي اس لانه مش كونستنت، راح يضلهم يتغيروا، هدول راح فكره راح يثبتوا، راح يكونوا ثابتين. كاني جبت الدي سي موتور هذا، لو قعدت هون على هذا البول الالكتريك بول راح كاني قاعد على الدي سي موتور وشايف كل شيء ستيشنري بالنسبه لي، راح اصير اطلع اشوف هذا وهذا، هذا كونستنت الماجنيتيود تبعه وهذا بتغير مع التورك اللي موجود هون. فرح نيجي نحط علاقه الان، راح احط علاقه ما بين التورك هاي تي بالنيوتن متر وجنب التورك راح احط اي كيو ار بالامبير واي دي ار بالامبير. خلينا نطلع هذول نشوف قيمهم، وبدينا احنا بزيرو، راح اخذ زيرو 50 100 وخلينا اقول هون 150 نيوتن متر ونشوف شو بيطلع معي القيم المقابله لها في هدول. فلو جينا اطلعنا الان طبعا بعد ستيدي ستيت انا راح اتركه يوصل ستيدي ستيت تبعته بعدين راح اطلع القيم بعدين. فهلا هون على زيرو تورك، طبعا في عندي هون في البدايه اول ما بدا المحرك لسه سرعته بتتغير، بس وصل ستيدي ستيت من هون بلاحظ القيمه. خلينا اطلع اول شيء على شكلها كله، هاي في البداية لما كان يعمل ستارتنج كانت بتتغير القيم، بس بعدين ثبت هون وصل ستيدي ستيت، والقيمة اللي موجودة هون هي تقريبا حوالين ال 28 تقريبا، هاي بالضبط 28، فهاي تقريبا راح تضلها ثابتة اللي هي الدايركت فلوكس، هذا الدايركت فلكس اللي هو حوالي 28 امبير. راح اطلع على الكوادرتشر فلكس، المفروض يكون منخفض لانه هذا السليب على فكره صغير جدا، فيش قطع كثير لخطوط المجال، فيش عندي كارنت كثير في الروتر، فراح يكون اي كيو ار نسبيا صغير. نفس الشيء عندي هون فتره ترانزيت وبعدين بوصل هون بستقر. اذا جيت اطلع الان على القيمه هاي راح لها تقريبا حدود 6 امبير، تقريبا 6.6 بالعشرة امبير. انا نرفع التورك ل 50 زي كاني في الدي سي موتور عمالي برفع التورك الخارج على المحرك، فرح ارفع هذا التورك ل 50 ونعمل الان رن. هلا المفروض اذا شغلنا مظبوط يضل هذا تقريبا كونستنت اللي هو الدايركت فلوكس اللي عماله بيعمل الاكسايتيشن، والتورك اللي بيعمل بنتج التورك المفروض انه يزيد بشكل يتناسب مع ال 50 امبير اللي موجود هون. التورك الناتج هو الكروس برودكت ما بين بي ار وبي اس، لما يزيد واحد منهم هذا يزيد، راح يزيد عندي الكروس برودكت بينهم. طبعا كي فاليو بيعتمد على الدايمنشنز تبعت المحرك. لازم نطلع هون بنلاقي هذا تقريبا ما تغير، نزل شوي شيء بسيط، نزل تقريبا 27 و 8 بالعشرة. لكن اذا نطلع هون واضح انه هذا زاد، بيقول عمال بيعمل بنشئ التورك قيمة اي كيو ار اللي هو كوادرتشر فلوكس، هذا بيمثل الكرنت اللي ماشي فيه الروتر. قيمته وصلت تقريبا 22 حوالي 24 وربع. واضح انه في زيادة كبيرة بين 6.6 و 24 وربع.
عشان اختصر الوقت من هون انا عامل القيم الثانيه نطلع عليها. فعندي مثلا اذا رفعت ل 100 هذا راح يصير تقريبا في نقصان بسيط هون 27.5، لكن هذا بزيد ل 42. اذا رفعت ل 150 بصير عندي هذا 60 وهذا بنزل ل 27. وحتى بعدين اذا رفعنا ل 200 نيوتن متر هذا بضل تقريبا 27. فالتغير بسيط جدا في الاكسايتيشن، لكن هذا بزيد ل 78.3 امبير. هذا هون اللي احنا بنطلع عليه هو نفس فكره الدي سي موتور. فكره الدي سي موتور انه الدايركت فلكس، لكن المشكله الوحيده انه هذا ثيتا اي بلف عماله على ثيتا اي. الان احنا عملنا اوبزرفيشن، ما تحكمنا بشيء. انا ما حاولت اتحكم في اي دي ار ولا حاولت اتحكم في اي كيو ار، لكن من مراقبتي للمحرك بعد ما وصل ستيدي ستيت هذه تقريبا ظلت كونستنت وصار يزيد هذا بحيث انه يتناسب مع التور. الكروس برودكت ما بين هذا وهذا لما يتحولوا لفلكسز راح يعطيني التورك اللي موجود فيه اللي موجود. والتورك طبعا زاد هون عندي، زاد من 0.50 لوصل بالنهايه 200.